سان كونيو هنايا. يا اخي نيزه كيفاش؟ ولا اخي محمد كلشي مزيان؟ بصح الحمد لله كلشي مزيان من ضبط. هذا هو ويا هو ماشي حاجه واعره. في العاصمه كاتالونيا الناس كاين شي حاجه الناس، ولكن ما كاينش قايله دابا المغاربه تلموت. ديال هذا قايله ما كايناش. كنقول قايله ما كاينش هي الحساده دابا صاحبي. دابا جينا في العشيه صاحبي. يلا حنا مهم بحال اللي قلت لكم. عند احنا دابا نريحوا في قهوه مع السيد محمد ديالنا. الله يا خا جاب عندي الصباديل من صباديل برشلونه. مرحبا بك اخي محمد. يلا زيد اخي. علاش نخرج عليك النهار هذا؟ ماشي حشومه عليك؟ شي حشومه هاد القهوه هادي. كنا تقاونا فينا هاد وريو القهوة. واعر القهوة عرف كامل من جمالنا. يا مدينة جيدة متواضعة. عدنا من جديد. اي محمد مرحبا بك عندنا في برشلونة. الله يبارك فيك نحييك. من جيت اخي؟ من جيتي مصباديل ياك؟ مصباديل جيت. شحال هادي ما تشوفناش اخي؟ عام وزياده. لا صاحبي خبر رمضان اسمعني. واليوم شنو؟ اليوم نمشي القهوه ياك؟ اليوم ان شاء الله عند القهوه. عند القهوه اليوم والقهوه على جو على حسابك. جميل على حسابك ان شاء الله. شنو شنو كيعملوا هاد؟ غادي داو شي 11 كانوا كلشي كيشريو كلشي كدا ما خسرش ما هادو باكستانيين كيبيعوا في الاطفال. ماشي ممنوع مخزن ممنوع يعملوا كيبيعوا في الاطفال. عندهم كوره تيكيت كوره فين الكوره؟ يلا فهمنا المهم اخوتي الاجواء مزيونه كيش عندنا الناس بزاف. يوم السبت السبت في العشيه جو رائع. دابا الجيعي تقطع. السلام عليكم خوتي. هشا كطيح اليوم جبدتونا في بلاصة كاتالونيا ماشي مع الصديق ديالنا. هاهو فين هو؟ لاباس عليك مدخم كلشي مزيان كلشي هو هذاك. اليوم هشا كطيح اخوتي والله شتا شتا والدنيا كاملة مفزقة. عندك شي مضلة صاحبي مالك؟ كيفاش عاملين اخوتي؟ توحشناكم. شحال هادي ما عملناكم شي فيديو شي فلوك وهذاك. انا كانت النقطه تطيح. المهم بعطيني هاي فينا بلاصه كاتالونيا جياد الحمام. حمام واحد فينا كيكون ما كاينش الشتا دابا. عاودنا خاي كيفاش جيتي لهنا؟ انا جيت فيزا فيزا لفرنسا. جيتي فين فيزا؟ لا نيشا لفرنسا. نيشا فاش وصلت لفرنسا فهمت القضيه تما صعيبه الاغراض وقلت نعود لهنايا حتى تفرج فيديوهات ديالك. شتعاودوا الدراري كيفاش شدوا الاغراض وكذا. مين شتيني؟ مين شفتيني؟ في يوتيوب جيت نشوف الغربه. وصلت لهنايا قال لي الدراري خصك تمشي السانترو تقول لبويس ما عنديش عائله باش فهمتي. كنصح في الفيديو تاع كاين نصيحه داكشي. مشيت عند موسوس قال لي ما كاين ما كاين مشيت للسانترو. دابا الحمد لله حنا مشيت عند الموسوس. عند الموسوس شنو قال لك؟ مشيت عند الموسوس اللي في الرابعه. قالوا لي قلت لهم انا ما نهضرش اسبانيول ولا مشيت حافظه. قلت لهم انا افرا اسبانيول افرا زولا افرا. جابوا لي هذاك مترجم قلت له صافي داوني نيشان قصوا ضربات سوا تما وداوني واحد سنتر.
صافي الدراري شحال بقيتي تما في السنتر بزاف؟ ست شهور. ولكن في واحد في مطار فيلا زوين فهمتي مع الدراري حايل. اللي عنده 18 يدخل اللي عنده 18 يمشي لبركي عرفتي؟ يمشي لبركي. يمشي لبركي. الناس كبار هنا كبار. هما المينوريس جزا الله خير. شحال دابا جايب هنا في اسبانيا؟ انا شي عام. عدلتي كوا؟ عدلتي وصافي. عدلت. كيفاش جاتك اسبانيا؟ زوينة غير بديك الدويرة اللي عطاونا لتحت 16 بينا شي 10 ولا 11. شنو كيعطيو؟ فيلا. هو سنترو فهمتي ولكن ما بيناش عليه فيلا قبيله سيكو تام الله يوسق ثاني وحق لي فين كيسكنوا دراري السنترو ها فالي فيلا عطينا لنا بالبيسينا فيها حتى بيسينا كاع بيسينا دراري هاي بين الماكله دايما تجي بحال بحال شي بيس كاين اللي كيطيب وكاين اللي شي طيب كل واحد عشان يبيشو شي 60 تضرب ليه صحه فيسك سبع على بيشو كيخلصوا في سيمانه ولا لا في سيمانه يعطوك 15 15 اورو كتدخل كتدخل المدرسه كتقرا كنقرا دابا عندي كورس الترابط كتعلم صنعه زعما كتعلم هذا مكرشيات وتنس ايش السلعه وكذا يعني واخا بنادم ما يجي شي ما عندوش الصنعه ني يتعلم صنعه يتعلم وانا ما جيتش بيدي ما جيتي بلا صنعه لا والو كاع في البلاد عرفتي الطور كاش السلعه بار هذا تما تما شديت داك ديتو لو ديالو صافي شتا اخوتي شوف في الرامبلا الشتاء والصيف الصيف والشتاء الرامبلا الله يهديك بس هنا ماشي عند بوك هذه ونتاعك نعملوا شي بوك هذه قلت الصديق ديالنا انايا الذهبي جا قال لك جا ما جاش هو اسبانيا ما جاش هو اول طالع طالع كي كيشوفوا في الفيديوز ديالي وقال انا نمشي نشوف الحظ ديالي فين غيوصل كنت في البلاد انايا طلعت فيزا فرنسا ما كنتش فهمتي ما كنتش عوال على سنتر هنا في اسبانيا كيفاش وصلت فرنسا القضيه صعيبه تما تنشوف فيديوز بديت تنشوف سنترو كنت نمشي نشوف فرنسا كيفاش تعدل الواقع صعيبه تما يا اما الجواج ولا طلع بالقرايه ديالي يا المهم غادي ندوزو يلا هما المينوريس مينوريس سهل الحال ديالهم يعني بنادم اللي كان طلعت 19 تعاد بشويه تعاد دابا خير ماشي ما كانش عنده العائله تعاد بشويه الا كانت عنده العائله هي فين نعس وكذا انا كنقول هذا التيد مينوريس عايزولوه ما قيل هذا بدات كتصعب بدات تصعب بدات كتصعب بزاف اخوتي بنادم بزاف وبنادم كيعمل مشاكل بزاف فهمتي كاين ولاد الناس وكاين اللي كي هذوك دابا هما اللي تيخيزوا هذوك هما اللي يعني كيجينا هنا مينور وكيجي كيجبر ديك الوضعيه كلشي ساهل وكيسرق كلشي واحد فهمتي من المشاكل حتى ماشي مشاكل باش فهمتي ما كنوصفوهاش نخوصنا عاود اللي يطلعوا ما نوصفوش الوضعيه ديالو اولا كاين يا خوك كيقول لك صافي انا جيت انوسخ تيت والله الا خوتي كسعد عز وسعد المهم بعثنا ماشي نقدم هو بوكا ديو نعدلو شي شاندويش شتا اخي والله كان خاف عندي تخسر ليا الكاميرا عاد شرينا قال لك في البلاد اخي الطياره من البلاد غاليه بزاف يلا شنو دابا 300 الاور نمشيو نجي 300 بزاف اصاحبي عرفتي شنو واقع الصيفيه كيكون الغدا بزاف عارف انت حق ماشي بحال الصيف في الشتوى حني في الشتوى وهيك سوي الصيفيه انا تدخل مع عطلة شي شوية مع عطلة ما طاح لك شي حاجة طاح لك شي حاجة ولا لا ما الله إلا خوتي في بالكم هو الدري هو عدل المسائل ديالو عدل كل شيء ديالو دابا كيتسنى الحمد لله دابا واش باقي؟ كنعدلو واحد بوكا ديال دابا عدلنا المسائل نشوف حالنا لك اخي دابا نشوف بلا شي واحد دابا كيجي جديد من السنترو كيجي جديد عنده 17 18 كيفاش كيتعاملوا معاه تما ولا كيتعاملوا معاه من داخل مزيان اجي نقول سقسيك باقي كيقبلوا الدراري السنترو ولا غير باقي نشي قبلو دابا عامرين فهمتي دابا كلشي عامر الا خصك يطيح شي واحد زوين ما يخرجش منه انا كنت في هذاك المطار واه مزيان مزيان المطار
الحمد لله دابا عدلتي المسائل ديالك باقي والو تهبط تشوف العائله ياك كنا دابا كيجينا هنا ما كيعدلش ما كيخصو يدخل يعمل عندي ما بقاش يعمل ديك الصراقه يعمل شي حاجه خايبه شي دري عقلو بنادم عمل عقلك الدراري عملوا عقلكم عملوا عقلكم ماك تشوف الدراري كي دايرين الزنقه صعيبه صاحبي عاد دابا الشقا طيح الزنقه والشقا طيح شكون اللي عقل هذيك حتى واحد ما عقل العائله ما تعقلش هذيك فهمتي هنا كلشي كيقول لك راه سير كيقول لك فيس كل واحد عدل ديالك ماشي اللي عاد راك انت هنايا وعارف اللي كاين انا هنايا عارف شنو كاين ماشي زعما على شي حاجه دابا انا نمشي نسكن مع شي واحد غنجبدو مشاكل فهمت هو خوف انا كلشي فهمتي كلشي خوف هنايا لا عملتي شي حاجه مخزن ما كيعقلش هذا كيجي عندك يديك فينا واخا ما عملتي والو هاي كيطرى للدر الصديق ديالنا ما بغاش يبان هذاك مشى مع واحد دا شي حاجه شي بسطه من شي واحد وهي معاه حيت موت المهم كنتمنى تكونوا عجبكم هذا الفيديو هذا حتى شي فيديو ان شاء الله نعمل لكم شي حاجه انا غير عليكم يلا السلام عليكم الى اللقاء تهلاو السلام عليكم.